سلام صباح لكم جيسبر كو سالي بيان. اليوم في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا الفعل الامتلاك. غادي نشوفوا في لو بريزون الحاضر و لو باسي كومبوزي الماضي القريب و لامبارفي الماضي البعيد. دونك الفعل الامتلاك هو يعني لو فيرب افوار، يعني هو عندي عندك عندهم الى اخره. دونك لو فيرب افوار هو تنقدروا نصرفو في جمل، تنقدروا نصرفو مع نفسه، وكذلك تنقدروا نصرفو مع افعال اخرى. الوغ نبداو ب لو بريزون الحاضر، يعني دابا. جي عندي، تويا، الى، ال، ا، نوز افون، vous avez، ils ont، elles ont. ناخذ مثال. مثلا بغيت تقول انا عندي 20 عام، يعني لو بريزون انا عندي 20 عام. دونك جي 20 ans. دابا غادي نشوفو لو باسي كومبوزي الماضي القريب. دونك هنا لو فيرب افوار في الماضي القريب، يعني في لو باسي كومبوزي، يتصرف نفسه، يعني هو تيعاود يتصرف، يتصرف على راسه صافي. دونك كيف بحال الفصيله ديال الدم اللي تعطي الراس صافي. دونك جي يو، تويا يو، الى يو، ال ا يو، نوز افون يو، فوز افي يو، ايل زون يو، elles ont eu. ناخذ المثال ديال جي 20 ans. دونك جي 20 ans كنا لو بريزون الحاضر، ولكن بغيت تقول مثلا انا دخلت ال 20 عام هذه يومين، او انا وصلت ال 20 عام، يعني ولا في عمر 20 عام هذه السيمانه، او وصلت ال 20 عام هذه شهر. دونك هنا تنقولوا جي يو 20 ans il y a un mois. J'ai eu 20 ans il y a deux jours. Voilà. D'abord, on va aller à l'imparfait, le mardi, le baïd. Donc, j'avais 15 ans. Tu avais, il avait, elle avait, nous avions, vous aviez, ils avaient. Elles avaient. ناخذوا المثال جي 20 ans. ناخذوا نفس المثال جي 20 ans. دونك بغيت تقول مثلا شحال هذه كانت عندي 20 عام. مي دابا بغيت تعدي مثلا 100 عام او 120 عام او 90 عام. دونك بغيت تقول مثلا شحال هذه كانت عندي 20 عام. دونك كون جافي 20 ans. كون جافي 20 ans. فوالا. دونك دابا فهمتوا يعني لو فيرب افوار في لو بريزون وفي لو باسي كومبوزي وفي لامبارفي الماضي البعيد. دونك عرفتوا كيفاش تستعملوه. دونك نتمنى ما نكونش طولت عليكم في هذا الفيديو هذا. الا بغيتوني عاود ندير فيديوهات اخرين، بغيتكم ديروا بارطاج هذا الفيديو هذا، يعني بارطاجي لو ماكسيموم افيك فو زامي، يعني مع الاصدقاء ديالكم، مع اصحابكم، باش هكا تشجعوني باش ندير فيديوهات اخرين. Donc, salam alaikum, ciao, au revoir, à très bientôt.